هذه الحملة ضرورة وليست شيئا اختياريا، القيام بها ضرورة لحماية المسلمين عامة ولحماية بلاد الحرمين وأهل اليمن على وجه الخصوص، وأهل اليمن والسعوديون وأهل الجزيرة شيء واحد، فما أصابهم يصيبنا وما نالهم من الأذى ليس بعيدا عنا. ولذلك كانت المبادرة في غاية الأهمية وغاية الضرورة لكبح جماح هؤلاء الطامعين في هذا التوسع الذي تأذى منه المسلمون في العراق، تأذى منه المسلمون في سوريا، تأذى منه المسلمون في وغير المسلمين، تأذى منه أيضا غير المسلمين في لبنان وفي بقاع عديدة. فكانت هذه الحملة حملة لا خيار فيها، بل إذا لم يكن إلا الأسنة مركبا فما حيلة المضطر إلا ركوبها. فهذا مما لا بد من صيانة لنفوس الأبرياء الذين تسلط عليهم، وحماية لبلاد الحرمين من تسلطهم وأذاهم. وما هذا السرور وهذا الابتهاج وهذا الائتلاف وهذا الاجتماع وهذا التداعي من الأمة شرقا وغربا لنصرة هذه الحملة ودعمها إلا هو ترجمة أنها جاءت في الوقت الذي الأمة أحوج ما تكون إلى من يعلق الجرس لكبح جماح الصفويين والأطماع الفارسية التي امتدت وحاصرت الأمة من كل جانب، أفسدت العراق وأفسدت سوريا وأفسدت لبنان وكانت في طوائف وأفسدت في اليمن، فاحتاجت إلى أن تكبح وأن توقف وأن يقال بلغ السيل الزبا وتعدت تجاوزت كل الحدود، لم يبقى شيء. فهل ينتظر المسلمون أن يتسور هؤلاء الحرمين ويفسدون فيها كما أفسدوا في بقية البلدان؟